هنكون مخلصين. النهارده باذن الله هنتكلم على ايه؟ هنتكلم على البارازايتس افكتنج الريسبيراتوري سيستم. انا مش عارفه الصوت كمان واضح ولا لا، ولا عامل زي اللينك كان فيه مشكله. هو انا بالنسبه لي، هو انا طبعا مش هقدر اسمع اسئلتكم، بس انا بستقبل المسجز منكم، فممكن باذن الله ثروات السيشن اللي عنده سؤال او حاسس ان في حته محتاجه تتعاد ممكن يبعت لي في المسج، وانا باذن الله هرد عليها زي ما بعمل مع بقيه زمايلكم. تمام. احنا النهارده ان شاء الله في الريسبيراتوري ميديول هنتكلم على البارازايتس افكتنج ريسبيراتوري سيستم. هم الحقيقه تو بارازايتس، او بمعنى اصح تو ديزيزز، واحده اللي هي لوفلر سندروم، والتانية اللي هي هاوس داست بايت. أول حاجة اللوفلر سندروم. اللوفلر سندروم ده عبارة عن إيه؟ ده ترانزيانت أليرجيك لونج ديزيز. لو أنت النهاردة هتخرج من المحاضرة عايز تفتكر ثلاث كلمات عن اللوفلر سندروم، هم دول الثلاث كلمات المطلوبين منك: ترانزيانت أليرجيك لونج ديزيز. ايه اللي بيحصل بالظبط؟ اللي بيحصل ان احنا عندنا زي ما انتم شايفين هنا كده، دي مايجرينتنج لارفا بتاعت النيماتود بتوع ثلاثة بارازايتس هنقولهم. اللارفا دي بتخش سواء بين بنتريشن للسكين او دخلت بالانجشن. المايجرينتنج لارفا بتاعت النيماتود ديت وهي بتتحرك في اللنج بيحصل ايه؟ يحصل ان الايزينوفيلز بتتجمع حواليها. يبقى السبب السندروم ده ايه يا شباب؟ سبب السندروم ده ادي المايجريتنج لارفا بتاعت النيماتود، هي دخلت عن طريق يا اما انجيشن او بنتريشن للسكين، وبعدين اتجمع حواليها الايزونوفيل. فبقى يعمل ايه؟ التجمع الايزونوفيلز ديت حوالين المايجريتنج لارفا دوت يعمل حاجه اسمها لوفلر سندروم. طيب السندروم ده هيكمل معانا؟ لا، ده هو 3 اسابيع على اقصى تقدير وبيختفي السندروم، يبقى ترانزيانت. يبقى انا تاني عندي عباره عن ايه؟ ترانزيانت، مش هيقعد كتير، ده هيقعد 3 اسابيع. اليرجيك، علشان دوت نتيجه ان الليزونوفيلز بتتجمع حوالين المايجريتنج لارفا وهتطلع اليرجيك ميديتور، ومكانه فين؟ في اللنج. لو انت عرفت تذاكر الثلاث كي ووردز دول، اعرف ان انت الباقي كله هتقدر ان شاء الله تستنتجه حتى لو انت مش مذاكر قوي كده. مين الثلاثة بارازايتس اللي يعملوا لي لوفلر؟ الثلاثة بارازايتس يعملوا لي لوفلر انتوا خدتوهم في الدايجستيف ميديول، اللي هم كانت اسكاريس لامبريكويد كنا بنعمل لها انجشن بتاع الايج بتاعتها، الانكلستوما ديودنال، والسترونجوليس ستروكولاريس كانت اللارفا بتخش تعمل بنتريشن للسكين. طيب تعالوا نشوف اللايف سايكل كده. اللايف سايكل بتاعت انهي فيهم يا دكتوره؟ بتوع الثلاثه كلهم بيمشوا نفس اللايف سايكل. ادي عندنا البني ادم اهوت انفكتد، تمام، وبعدين نقل منه ايك. الايك دي هتروح على فين؟ على السويل. هتاخد لها مده في السويل بتاع 2 ويكس، وبعدين في السويل هيحصل حاجه من الاثنين: يا اما الايك دي هتحصل لها ماتيوريشن وتبقى ماتيور ايك، دي في حاله الاسكاريس، او في حاله الانكلوستوما والسترونجولايتس الاثنين الايج دي هتتحول للارف. يبقى السويل دلوقتي معانا يا شباب فيها ايه؟ يا اما فيها الايج بتاعه الاسكاريس بس بقت ماتيور ايج، يا اما بقت فيها اللارفا بتاعه الانكلوستوما او الاسترونجولايتس ستريبيتس. يبقى معانا دلوقتي الماتيور ايج بتاعه الاسكاريس او اللارفا بتاعه الاسترونجولايتس وبتاعه الانكلوستوما. دول عباره عن ايه؟ دول الانفكتيف ستيج. What happened next؟ الانفكتيف ستيج ديت هتنفكت المان. هتنفكت المان ازاي؟ يا اما لو هي اسكارس هيبلعها، او لو الاسترونجولويدز وانكلوستوما هتخش برضو عن طريق الجلد بتاع penetration of the skin. What will happen next؟ اللارفا دي will pierce blood vessels، تروح للسيركوليشن، من السيركوليشن للرايت سايد اوف ذا هارت، من رايت سايد اوف ذا هارت تو ذا لانج. من اللنج اللارفا زي ما انتم شايفين اهي هتطلع اب للريسبيراتوري تري لغايه التراكيه، وتبقى سواليد في الاسوفيجس، وتنزل فين؟ تنزل في الانتست. لما تروح الانتستن هيحصل ايه؟
كل واحدة من دول will be changed into adult. يبقى كل واحدة في دول هترجع تتحول لأدلت. يبقى اللايف سايكل في اللونج اخذت قد ايه؟ اخذت 3 اسابيع باي ماكسيمم اللي هتلف فيهم. طب وانتهت ليه؟ انتهت لان اللارفا دي هتسيب الريسبيريتوري سيستم وتطلع من التراكيه وتبقى سوالد، وسواء كانت اسكيس او كانت انكلوستوم او كانت سترونجولايز هتوصل لفين؟ هتوصل للانتست. طيب لغاية كده يا شباب في أي حاجة مش مفهومة؟ هعيد الجزئية دي تاني. زي ما بقول لكم يا شباب أنا مش قادرة أسمعاكم، بس أنتوا لو بعتوا أسئلة ممكن بإذن الله هشوفها عندي وبرد عليه. تاني نعيد مع نفس بعض كده اللايف سايكل تاني عشان نتأكد إن إحنا فهمناها كويس. آدي مين انفكتد أهوت، بقى انفكتد بقى بأسكارس، انفكتد بأنكلستوما، انفكتد بسترونجولايتس. الإيج هتنزل في الستول، وبعدين الإيج هتاخد 2 ويكس في السويل. الإيج دي هتبقى ماتيور إيج، أوكي، في حالة الأسكارس، أو هتبقى تتحول للارفي في حالة الانكلستوما وفي حالة الاسترونجولويدز. وبعدين المان هيبقى انفكتد بيها، لان كده الانفكتيف ستيج قلنا الماتيور ايج في حالة الاسكارس، واللارفي الاسترونجولويدز والانكلستوما في حالة اللارفي. وبعدين لو في حالة الاسكارس البني ادم ده هيبلع الايج، اوكي. لو في حالة الانكلستوما او الاسترونجولويدز المان will be pierced by a larvae. What will happen next؟ سواء كان حصل ingestion أو حصل penetration، by always إن اللي يحصل إن اللارفه هتبيرس blood vessels وتوصل للcirculation. من circulation للright side of the heart، وبعدين هتروح لللنج، ومن اللنج زي ما انتم شايفين كده هيحصل لها migration up the respiratory tree، بعد كده to be swallowed تاني وترجع في الانتستن. في الانتستن هتبقى هيحصل ايه؟ في الانتستن هتتحول للادلت. يبقى هي عدت على قد ايه على اللنج؟ عدت مسافه صغيره جدا، 3 اسابيع. مين البارازايتس اللي عملت كده؟ احنا قلنا انهم 3 بارازايت. طب تعالوا نشوف بقى الباثوجينيسيس اند كلينيكال بيكتشر. المايجريشن بتاع اللارفا في اللنج زي ما اتفقنا بتعمل انتنس لوكال انفلاماتوري رياكشن، يبقى بتعمل انفلاماتوري رياكشن عنيف. بيحصل ايه؟ بيحصل ان السيلز بتتجمع، سواء كانت ايزينوفيلز، ده اكتر سيلز بتتجمع الايزينوفيلز، ممكن مع الليمفوسايت اند بلازما سيل. يبقى هيحصل سيل انفلتريشن باي ايزينوفيل ليمفوسايت اند بلازما سيل. وات ويل هابن نيكست؟ اول ذيس cells will release allergic mediators. So عشان كده بنقول ان هي ده allergic lung disease. يبقى السبب ايه اللي حصل allergy؟ اللي حصل ان local inflammation نتج عنه ان اتكون eosinophils وتجمع lymphocyte وتجمع بلازما cell، فاتجمع allergic mediators causing bronchospasm at last. يبقى العيان ده هيبريزنت المين بريزنتيشن بتاعه برونكوسبازم. ليه؟ علشان عم طلع اليرجيك ميديتورز. طيب symptoms will take how much time to appear according to the parasite. لو كان اسكرس it takes symptoms from 9 to 12 day عشان السيمبتومز تبتدي، عقبال بقى ما اللارفا توصل لغايه اللنج ويتجمع الايه الايزينوفيلز والبلازما سيلز والليمفوسايتس ويعملوا الالرجيك مانيفيستيشن. طيب لو كانت اللارفا بتاعت الانكلوستوما والستونجرويدز it will take 1 week after the skin penetration. How time symptoms will continue؟ السيمبتومز will continue زي ما انا اتفقت معاكم من اول المحاضره، هتقعد 3 اسابيع. يعني انت لو سبت العيان ده لوحده خالص 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 3 اسابيع السيمبتومز كلها اللي بيشتكي منها هتختفي، بس هيحصل ايه؟
هيحصل ان بعد ما السيمتومز دي تختفي العيان ده هيبقى عنده مشكله تانيه، ان بقى عنده ادلت وورم في الانتستين بتاعته. يبقى السيمتومز هتقعد 3 ويكس، الهرم مسافه مكانه بيلف في اللنج، بعد 3 ويكس المشكله هيبقى عندنا فين؟ في الانتستين. لو ستيل عندكم اي سؤال انا معاكم يا شباب، ابعتوا السؤال وانا هجاوب عليه. طيب البيشنت ده بريزنت بايه؟ زي ما اتفقنا الموضوع كله اليرجيك، فهيتفق ممكن يبريزنت باي نيمونايتس ديو تو الانفلاماتوري رياكشن، فالبيشنت ويل بريزنت باي فيفر كاف اند ديس. اليرجيك رياكشن عنده ازماتيك اتاكس، البرونكوس بازم اللي حصل ده فيه ازماتيك اتاكس، ولان اليرجي ممكن يحصل له اديما لللبس. مش كتير بس بيحصل ان ممكن من اللارفا دول بدل ما كان هيكمل ويروح للانتستين، اللارفا دي تروح لللفت سايد بتاع الهارت. طب وبعدين لو راحت لللفت سايد اوف ذا هارت هتبقى ديستريبيوتد اول اوفر ذا اورجنز، فهيبقى تعمل ابنورمال مانيفستيشنز. يبقى دي كانت الايه؟ الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر بتاعت اللوفلر سود. طب how can you diagnose؟ اول حاجه كلينيكلي زي ما اتفقنا اغلب الدايجنوزس بيبتدي باي كلينيكال. انت دكتور في العياده جالك عيان عنده لوفلر سيندروم، تفتكر ايه الكلينيكال بيكتشر اللي عنده؟ هتلاقي عنده ترانزيانت كاف وديسنيا، مش قادر ياخد نفسه، كانه عنده ازماتيك اتاك بالظبط. طب لابوراتري، انا قلت لكم الكي وورد بتاعني ايه؟ ترانزيانت اليرجيك لانج ديزيز. ترانزيانت اليرجيك لانج ديزيز، لانج ديزيز، يبقى منطقي اطلب من العيان ده ايه؟ سبيوتم اكزامينشن. طب لو جيت حللت السبيوتم هشوف فيه ايه؟ هشوف فيه ستريكس اوف بلاد مطرح ما اللارفا كانت ماشيه. ممكن اشوف اللارفا نفسها، هلاقي فيه زينوفيلز، ما هو اليرجيك. هلاقي ايه تاني؟ هعمل كومبليت بلاد بيكتشر. لو عملت complete blood picture و blood count هلاقي فيه ايزونوفيل زي ما انتم شايفين كتير. ليه تاني؟ عشان allergic condition. طيب ده عيان ايه؟ lung disease. بديهي ان انا بدم عيان lung disease اطلب منه بدايات الانفستيجيشنز بتاعت اللنج اللي هي chest x-ray. لو عملت له chest x-ray بيبقى فيه زي mottling و ground glass appearance، يعني ازاز كانه ازاز مصادفر، يعني الدنيا مش كلير. طيب يبقى احنا لغايه دلوقتي واخدين بالنا يا شباب، احنا بناء على الثلاث كيوردز اللي انا قلته لكم ان هي ترانزيانت اليرجيك لونج ديزيز بنينا كل حاجه. بنينا كل حاجه يعني ايه؟ قلنا ان هو ترانزيانت فهيقعد ثلاث اسابيع، بعد ثلاث اسابيع العيان هيخف. قلنا ان هو اليرجيك ان ده نتيجه ان اللارفا بتاعت النيماتود ماشيه جوه اللنج وجمعت عليها اليرجيك، جمعت حواليها سيلز بتاعت الالرجي اللي هي الزينوفيل، وجمعت لمفوسايتوبلازما سيل وطلعت الرجيك ميدياتور، فبالتالي عملت الرجيك كونديشن. طيب وبعدين ان بعد كده في ايه تاني؟ فالعيان ده بيبريزنت ايه؟ عيان يبريزنت بالرجي، يعني يبريزنت بنمونايتس، يعني يبريزنت بالرجي allergic symptoms زي البرونكوس باس، بريزنت بإديما اوف ذا ليبس. الدياجنوزس كان منطقي كلينيكال، معين منظر ازمه كف وديسنيا. لابوراتوري هو لانج ديزيز، يبقى هطلب منه سبيوتم. ده allergy يبقى في السي بي سي بتاعه ايزينوفيل. ده لانج يبقى اطلب منه شيست اكس راي. يبقى بناء على الثلاث كي ووردز بتوعك انت ممكن لو قريت الدرس ده مره وركزت في الكي ووردز دول ان انت ما تنساهمش، هتلاقي نفسك قادر تجمع الدايجنوزس والكلينيكال بيتش. طب ايه التريتمنت؟ هما ثلاثه انتي. اول حاجه مش ده عيان بيبريزنت بلانج كونديشن وتعبان قوي ازماتيك، ادي له انتي ازماتيك دراج. مش العيان ده طالع الرجيك ميدياتورز اهمهم الهيستامين، ادي له انتي هيستامينك دراجز. طيب مش العيان ده الادلت في بطنه بعد كده ما خلاص ثلاث اسابيع ويبقى عنده
ادلت بارازايت في الانتستين بتاعه، اديله انتي هيلمنتيك دراج. ولان انا مش عارفه هو بقى، هو ده بقى عنده اسكاريس ولا سترونجولويدز ولا انكلستوما، هو العيان ده دلوقتي عنده لوفلر، بعد 3 اسابيع لما يخلصوا هيبقى عنده ادلت في الانتستين، يبقى بديله انتي هيستامينيك دراج. اخر حاجه سيمتوماتيك تريتمنت، والله لو العيان ده عنده اي مانيفستيشن موجوده عنده اديله تريتمنت ليه. يبقى افتكروا يا شباب ان تريتمنت بتاع اللوفلر سندروم 3 انتي، انتي هيلمنتيك، انتي هيستامينيك، انتي ازماتيك. 2 منهم ليهم علاقه بالارجي الالرجي، الانتي هيستامينيك والانتي ازماتيك، واحده منهم علاقه بان هي ده بارازيتك انفكشن فهديها انتي هيلمنتيك تريتمنت. بريفنشن اند كنترول، البريفنشن اند كنترول يا شباب مش محتاج ان انتوا تتعبوا نفسكم وتحفظوا. لو انت فاهم اللايف سايكل اعكسها يطلع لك البريفنشن والكنترول. اول حاجه تعملها ايه؟ عالج البيشنت، عالج البيشنت بتاع الاسكريس بتاع السترونجولايز بتاع الانكلوستوما، فبالاول مش هيبقى فيه سورس للانفكشن. طيب مش كانت المشكله ان الاج بتنزل في السويل؟ مش مفروض ان الاج تنزل في السويل، المفروض الاج تنزل فين؟ في الدبليو سي وتتاخد في المجاري يحصل لها سانيتري ديسبوزل، يبقى سانيتري ديسبوزل اوف هيومن فيسز. يبقى ما الاول ما نحاولش نوصل ان الاج تنزل في السويل. طيب بيحصل اللي منكم ليه في الزراعه وعارف الحكايه ديت، بيستخدموا سواء الهيومن اكسكريتا او الانيمال اكسكريتا كفرتلايزر، بيستخدموها كسميد. طب انا لو استخدمت الهيومن اكسكريتا ديت كسميد وحطيتها في السويل، طب ما انا ده انا كده اللي بسرع اللايف سايكل، ده انا كده اللي بحط الانفكشن في السويل. طب وبعدين ما استخدمهاش؟ لا استخدمها، بس تعمل حاجه من الاثنين. ايه هما؟ يا اما قبل ما تستخدم الهيومن اكسكريتا دي كفرتلايزر بعمل لها اكسبوجر للسان لايت، احطها في السان لايت، حراره السان لايت واليو في كافيه منها احتمال كبير تقضي على الايه الانفكشن. يا اما احط لها كيميكالز، مواد كيميائيه بتموت الايج واللارفي. اخر حاجه احنا كلنا في البيت لما نيجي ناكل فيجيتابلز او فروتس نغسلها كويس. ليه؟ انت مش عارف هي جايه من انهي سويل والسويل دي كانت كونتامينيتد ولا لا. يعني الموضوع كله اول اباوت ايه؟ اول اباوت هيلث اديوكيشن. يعني ايه هيلث اديوكيشن؟ يعني احنا لو هنجمعها هنلاقي ان احنا المفروض نغسل واشنج هاند بيفور ميلز. لو انت ماشي في ارض زراعيه، لو حد بيزرع في الارض او كده، دونت بي بير فوتد، ما تمشيش حافي. ليه؟ علشان اللارفا ما تخشش في السكين بتاعك. دونت ديفكيت على الجراوند، فبرضه نفس الكلام، الفلاح وهو قاعد في الارض بيزرع مش هيرجع لغايه البيت عشان يخش التويلت ويرجع، فكتير قوي بيدفكيت في الجراوند. لا نقول له ما تعملش كده، عشان انت كده غالبا هتعمل ايه؟ لو انت انفكتد انت بتعمل بتسبريد الانفكشن. ويوز اوف لاترنز. انا باي ناو كده خلصنا الجزء الاولاني من المحاضره اللي هي كانت عباره عن اللوفلر سندروم. لو في اي مشكله يا شباب فيها لو في اي مشكله فيها ابعتوا قولوا لي ان في مشكله. معلش يا دكتور عيدي الجزئيه دي تاني، معلش يا دكتور قول لنا جاوبينا على السؤال ده او ده او ده. هو انا يعني انا مش شايفه لغايه دلوقتي في اي اسئله من حد من عنده من شباب. انتوا سامعين الصوت؟ هل حد ممكن لو الصوت واضح بالنسبة لكم يا شباب، هل ممكن حد يرد عليا ان الصوت واضح او مش واضح؟ طيب
احنا هنكمل الجزء الثاني من المحاضرة. طب الحمد لله ان انتوا سامعين، حد رد عليا اهو، الحمد لله ان الصوت واضح وان انتوا متابعين. طيب احنا يا شباب هنتكلم على الجزء الثاني من المحاضرة اللي هو طيب احنا هنتكلم على الجزء الثاني بقى. الجزء الثاني انترستنج جدا يا شباب، هتقابلوك في حياتكم كتير لو انت بتشتغل دكتور شيست، اللي هو عبارة عن هاوس داست مايت. من اسمه ايه الهاوس داست مايت؟ هو مايت بس موجود فين؟ موجود في الداست. فين؟ اللي في الهاوس بتاعنا. يبقى من اسمه انت تقدر تستنتج حاجات كتير. يبقى اتس مايت موجود في الهاوس داست بتاعنا، موجود في بيوتنا، اه موجود في اغلب بيوتنا بس مش كلنا حساسين ليه. لو انت كده كأسرة او كعيلة يقول لك ايه في العيلة ديت مثلا فلان خلاص ده حساس جدا، لو كل فراولة، لو كل مش عارفة ايه، لو كل ايه بيجيله حساسية بسهولة جدا. فهو في ناس عندها سنسيتايزيشن عالي، فممكن تلاقي البيت كله هو الهاوس داست مايت موجود في البيت، بس بنسب طبعا من بيت لبيت يختلف. ممكن لما بيبقى الكونسنتريشن بتاعه عالي في ناس بتبقى حساسة ليه، بتبقى سنسيتايزد، لكن في ناس ما بتبقاش يعني السنسيتايزيشن بتاعها اقل، فما بيبقاش عنده الافكت ذا سيم از السنسيتايزد بيشنت. طيب تعالوا نشوف بقى ايه اللي بيحصل في الهاوس داست مايت. ادي المايت اللي موجود، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن تاني اراكينيتس. يعني ايه اراكينيتس؟ يعني عنكبوتيات، يعني ايه؟ يعني زي العنكبوت كده، تمام؟ اسمه ايه السبيشيز ده؟ اسمه درماتوفاجويتس. درماتوفاجويت، درماتو يعني سكين، وفاجويتس يعني اشباه الفاجوي. طيب ده عايش فين؟ ده عايش ايه؟ عايش ان كلوز اسوشيشن مع الماء. ما بيتغذى على ايه؟ بيتغذى على الاكسوفوليتد هيومن سكين او نيلز. يعني ايه؟ يعني احنا طول ما احنا عايشين جلدنا بيفضل يحصل له تجديد، فبيقع الجلد القديم انت مش شايفه بعينك بس هو بيبقى منطور في البيت، والنيلز اللي بتتكسر او بتقع حتت من الضوافر هو بقى بيعيش عليه، بيعيش على الحاجات دي. طب فين في البيت بقى؟ فين في البيت؟ in most of household، في اغلب جزء في البيت، بالذات فين؟ في البيدنج، يعني على المخدات، على المراتب، في الفرنيتشر، الحتت الاساس بالذات اللي بيتجمع فيها تراب، وفي الارض كاربتس اللي هي السجاجيد القديمة. ليه السجاجيد القديمة؟ بتبقى الوبرة بتاعتها بتبقى دابت شوية، بتبتدي تلم وبر كتير، ما بيحصلهاش مهما تنضف فيها بتبقى جمعت تراب كمية كتير. يبقى موجود فين؟ موجود في كل حتة في البيت عندنا، بيدنج، فرنيتشر، اولد كارت. موجود في اغلب البيوت يا شباب؟ اه موجود في اغلب البيوت بس بدرجات متفاوتة. يعني في ناس ممكن ميبقاش عندها لو هي بتنضف فريكوينتلي قوي 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 ومهتميه بالنظافه قوي قوي، في ممكن يبقى عندها بس بكونسنتريشن قليل، وفي ممكن يبقى عندها بكميه كتيره، وهو ده اللي بيعمل المشكله. طيب اللايف سايكل بتاعتها انا عايزه منكم تفتكروا حاجه مهمه قوي.
انها زي اي كائن حي ليها درجه حراره مناسبه. احنا مثلا درجه حراره جسمنا 37، فلو احنا محطوطين في رينج حراره اقل وازيد من 37 بنبقى مرتاحين، تمام. لو علينا على نفسنا درجه الحراره، الجو حر قوي بتبقى تعبان، لو الجو تلج زيرو انت هتتجمد. هي نفس الكلام، كل كائن حي ليه درجه تمبريتشر مناسبه ليها. ليها درجه تمبريتشر المناسبه ليها 25 سنتيجريد. طب ودرجة الهيوميديتي، درجة الرطوبة في البيت تبقى 80% بالنسبة لها، حلو جدا. طيب ليه بقول لكم افتكروا المعلومة دي؟ لو أنا عايزة أقضي عليها في بيت يبقى أعمل إيه؟ لو أنا فتحت البيت وهويته وخليت نسبة الرطوبة أقل من 50%، الهاوس داست مايت دي هتموت. وبالتالي الأماكن الدراي كلايمت اللي هي الأماكن الصحراوية هتبقى الدنيا فيها عاملة إزاي؟ مش هتبقى موجودة الهاوس داست مايت. ليه؟ لان هي عايزه درجه رطوبه، والاماكن الصحراويه ما فيهاش درجه الرطوبه ديت، يبقى مش هتستحمل وهتعيش. طيب اللايف سايكل فيه حاجه اسمها انكمبليت ميتامورفوسيس. يعني ايه ميتامورفوسيس؟ يعني تحول او تحور. انكمبليت يعني ايه؟ يعني هي بتدي، تبقى الادلت بتدي ايج منها لللارفا، منها تاني تجمع تاني وترجع للادلت. تفرق معايا مش هتفرق معايا؟ دي حاجه خالص في الكلينيكال برزنتيشن او اللي هيحصل. ايه بقى الميديكال امبورتنس؟ تعالوا نشوف بقى. الهاوس داست مايت لا بتعض ولا بتقرص. يعني ايه لا بتعض ولا بتقرص؟ نوت كابابل اوف بايتنج اور ستينجينج هيومن. ستينجينج هي مش هتقرصك، هي مش عقرب، حلو، ولا بايتنج هي مش موسكيتو ولا اي حاجه هتقرصك، يبقى هي لا بتعض ولا بتقرص. طب هي انت بتقولي ما المشكله ان عندنا في البيت ايه؟ لا هي لا هتعضنا ولا هتقرصنا. المشكله ان هي نفسها في حد ذاتها از فيري فيري بوتنت الرجين، يعني فيري باورفول الرجين، يعني ايه؟ بتعمل حساسيه جامده جدا. هي بس؟ لا، هي مش كائن حي. اه كائن حي، عندها فيكال ماتيريال بتطلع منها، بس طبعا كل الحاجات دي مايكروسكوبيكلي، وعندها سكريشنز برضو بتطلع منها. يبقى المايت نفسها اللي هي الهاوس داست مايت دي بالفيكال ماتيريال بتاعتها بالسكريشنز اللي هي كل الحاجات دي مايكروسكوبيك يا شباب، كل دول الرجينز قويه جدا. فالإنسان اللي عنده حساسية لما يتعرض ليها هيحصل إيه؟ هيحصل له سيمبتومز. هيحصل له إيه بقى؟ بصوا، هيحصل له حاجة اسمها برينيال راينيتس. يعني إيه برينيال راينيتس؟ يعني دائم. راينيتس يعني إيه؟ يعني مانيفستيشن ليها علاقة بالنوز بتاعته، مناخيره بتبقى ستافي أو راني نوز. راني نوز يعني مناخيره سايبة. سنيزنج يعني هيقعد ينف، سوري يعني. كافينج هيكح، وعنده ووتري ايز بمنظر ده، يبقى عنده على طول مناخيره على طول سايبه. طيب الموضوع ممكن يكتر لو هو بقى الهاوس داست مايند الرجين ده شمه بكميات كبيره. هيحصل ايه؟ هيحصل له اكيوت اتاك من برونكيال ازمه. يبقى بقى عنده ايه؟ برونكيال ازمه وويزس. ويزس صدره هيزيق ودسنيا، يبقى مش قادر ياخد نفسه، تمام. طيب وانت ليه بقول لك دي حاجه مهمه جدا؟ لان انت وانت دكتور شيست خلاص هتلاقي ان موست كومن، من اهم اسباب الحساسيه ومن اهم اسباب ان عيان يجي لك عنده مرض حساسيه دي، خلاص، يبقى من among the most common allergen في الازماتيك. تاني حاجه انه important cause of asthma in young children، ده عن تجربه انا شفتها. كان في ناس معرفه كانوا عندهم بنت صغيره، والبنت عندها حساسيه جامده جدا، وصدرها برونكيال ازمه عنيفه، وداخوا بيها على الدكاتره حرفيا، وقعدت على المده دي يمكن 5 6 اشهر ما بين دكتور ودكتور ودكتور، لغايه لما في الاخر اكتشفوا انها عندها هاوس داست مايت. ولما عملوا الميجرز اللي هنقول عليها بعد كده، البنت خفت وبقت كويسه جدا. بس انتوا مش متخيلين قد ايه الموضوع بيبقى متعب جدا، ان طفل صغير عنده برونكيال ازمه مش عارف بالليل يلا ينام ولا ياخد نفسه، زي ما بقول لكم مشهوره جدا في الاطفال. طيب انت بقى كدكتور شيست لازم تكون لماح. ما هو يعني هو الطب كده، ان انت ايه اللي يفرق دكتور من دكتور؟ ان انت تبقى دكتور بتلقطها بسرعه. يعني ايه؟ هو انتوا هي وانت قاعد في عياده الكلينيكال بتاعت الشيست، انت هتشوف مرضى حساسيه، هو كل مريض حساسيه عنده هاوس داست مايت؟ اكيد لا، بس جزء منهم عنده هاوس داست مايت.
مين برضه حساسية تانية؟ في ناس بيجي لها حساسية مثلا لو كلت فراولة، كلت سمك، كلت شوكولاتة، ده نوع. في نوع تاني بيجي لها حساسية مع شهر 3 و4 عشان حبوب اللقاح أو البولين جرين اللي في الهواء، ده نوع. وفي نوع اللي هو الهاوس داست ماي، تمام يا شباب؟ طيب ايه يفرق بقى عنهم؟ دي حتة كلينيكال ليك انت عشان لما تتخرج وتبقى قاعد في العيادة تبقى دكتور شاطر. اللي بيحصل عادة ان اللي كل فراولة او شوكولاتة او كده بياخد باله، يقول لك والله انا كنت كويس بعد ما كلت الفراولة بيوم ولا حاجة، لقيت جسمي كله ضرب حساسية ومش عارف ايه. العيان التاني بتاع مثلا حبوب اللقاح والكلام دوت، البولين جرينز، لما بيجي عليه شهر 3 يقول لك انا اول ما الربيع بيخش بتبهدل. طب ما للعيان الهاوس داست مايت في ايه كاركترستيك خليك كده دكتور ناصح وخليها ان يور مايند؟ الالرجيك سيمتومز بتاعته اول اوفر ذا يير، كال ما كلش، شهر 3 وفتره الربيع جت عليه ولا ما جاتش، ده هو السنه كلها عنده السيمتومز دي. ليه بقى السنه كلها يا شباب؟ هو مش قاعد في بيتهم السنه كلها؟ يبقى بيتعرض للالرجي، الالرجي او الانتيجين طول السنه، يبقى منطقي ان هو عنده طول السنه الهاوس داست مايت الرجي، تمام؟ يبقى انا هخليني ناصحه لما انا بكتشف او اخد بالي ان السيمتومز دي مش فتره وعدت مع مثلا فتره الربيع زي ما بيحصل لناس حساسيه او كل حاجه وعدت، لا ده السيمتومز مكمله معاه مده طويله، اعرف ان غالبا ان في مشكله عنده في البيت وانه عنده الهاوس داست مايتس. طب اشخصه ازاي يا شباب؟ عايز اعرف، انا هقول له بقى لو سمحت انا عايز اتاكد انت عندك هاوس داست مايت في البيت ولا لا. طب العيان يعمل ايه؟ هنطلب منه زي ما انتم شايفين كده، هنقول له جمع لنا داست من الهوم، يعني هيجي على الحتت المطربه عنده في البيت، خلاص ايه ورا السرير بقى مش عارفه ايه، حتت زي ما انتم شايفين كده حتت، ياخد لنا عينات داست من كل حته، من على السجادة ومن على المخدة ومن على السرير ومن على الفرنيتشر ومن كل حتة، وبعدين يجيب لنا شوية الدست دول احنا نعمل بيهم ايه؟ نيكزامن اندر ميكروسكوب. طب انا بدور على ايه يا شباب؟ بدور على المايت اللي انتوا شفتوا شكله من شوية. لقيته؟ يبقى العيان ده عنده هاوس داست مايت. طيب ممكن الدست اللي انا جمعته ده بدل ما ابص تحت الميكروسكوب، ممكن في تيست دلوقتي بيتباع، ديتكشن كيتس بتتباع زي واحد من دول اسمه اكريكس تيست. ده بنجيب شويه الدست دول ونحط على نعمل لهم اكزامينيشن بالكيت ديت، تقول لنا هل في ولا مفيش الهاوس داست مايت. وبعدين لو في تقول لنا ليفل اوف انفستيشن ليفل، يعني قد ايه موجود، يعني كميه كبيره ولا حاجه بسيطه. ما ممكن تكون حاجه بسيطه مش هي اللي عامله له المشكله، وممكن تكون هي حاجه كتير، تمام يا شباب؟ يبقى انا ممكن افحص الدست اللي انا اتجمع ده مايكروسكوبيكلي، او ان انا اعمله بايه، ان انا بالديتكشن كيت زي اكريكس تيست. طيب هعمل اميونو دايجنوز، اللي حد ليه مريض حد كان حساسيه هيعرف ان هو بيعمل ايه لما بيبقى حد عنده حساسيه، او ان انت دكتور شست بتطلب منه يروح ليه يعمل اختبار حساسيه. اختبار الحساسيه ده عباره عن ايه؟ بنجيب دراع العيان زي ما انتم شايفين كده يا شباب، وبعدين انا شاكه ان هو مثلا ممكن يكون حساس لحاجات مثلا هاوس داست مايت، ببقى محضره الهاوس داست مايت انتيجين واحقنه مثلا في دراعه في الحته ديت فعند نمبر 1، ماشي؟ لو شك ان هو لا، طب يمكن حاجه حساس لحاجه تانية، قوم حاطه الانتيجين بتاعه مثلا شوكولاته افرا، حساس لبولين جرين احط، افضل احط كل الانتيجين اللي انا شاكه فيها. فانا لو دكتور، وانا دكتور انا اللي ببعت للمعمل اقول له انا شاكه ان العيان ده عنده حساسيه لكذا، اعمل له تحليل حساسيه لكذا. فانا لو شاكه ان هو عيان ده عنده هاوس داست مايت الرجي، بقول له روح للمعمل هيعمل لك سكين تيست للهاوس داست مايت. لو حصل بعد ما اتحقن الانتروجين جاله فعلا الحساسيه وجاله الاتاك، يبقى العيان ده فعلا عنده حساسيه للهاوس داست مايت. طب ده لو هعمله له على السكين، ممكن اعمل ايه؟ ممكن في كيتس بتتباع في السيرب، اخد عينه دم واشوف عنده هل اي جي اي او اي جي 4 للهاوس داست مايت سبيسيفيكلي ولا لا. لو عنده الانتي بوديز ديت يبقى اكيد العيان ده
اتعرض للهاوس داست مايت وهي اللي عامله له الحساسيه. تمام. تاني يا شباب، عشان انا برضو لما كنت بكلم زمايلكم اتلخبطوا، قالوا لي يا دكتوره هو انت ايه علاقه الهاوس داست مايت بالناس اللي عندها بتاكل فراوله، ولا الناس اللي بتاخد حبوب بتشم حبوب لقاح في شهر 3 او 4؟ ملهاش علاقه، ده نوع من امراض حساسيه، وده نوع وده نوع. العيان الهاوس داست مايت ده مشكلته انه بيتعرض للانتيجنز بتاعه الهاوس داست مايت. عيان اللي بياكل فراوله ولا شوكولاته ده مشكلته انه عنده حساسيه للفراوله او الشوكولاته. العيان اللي بيجي عليه شهر 3 او 4 في الربيع بيتعب عشان الحبوب اللقاح مع التراب بتاع الجو، ده عنده حساسيه للبولين جرين. فده نوع وده نوع وده نوع. اللي يشترك بينهم ايه يا شباب؟ ان هم كلهم سنسيتايزد بيشنت، ان كلهم عندهم حساسيه. بس ايه اللي يخليني القط الهاوس داست مايت او اشك فيها؟ ان الحساسيه اول اراوند الير مكمله مع العين. باب اعالج بقى العيان ده ازاي؟ التريتمنت بتاعه زي ما بقول لكم القصه اللي انا حكيتها لكم، كانت طفله اعتقد عندها بتاع 6 او 7 سنين، اللي اتطلب منهم بالظبط كالاتي. اول حاجه، مش البنيه دي او الطفله دي كانت متبهدله من الرجي، يبقى بعمل سيمتوماتيك تريتمنت للالرجي. ادي لها بقى ايه؟ انتي الرجيك دراج، اديها كورتيزون، اديها حاجات تريح الحساسيه اللي عندها عشان البنت تعرف تنام وتتنفس كويس. تاني حاجه، بنعمل حاجه اسمها اميونوثيرابي فور ديسنسيتايزيشن. يعني ايه بقى الكلام الكبير اللي احنا بنقوله ده؟ هقول لكم مثل يا شباب. لو انا دلوقتي عندي طفل في البيت، هل وبعدين ايه رحت جايه ضربه، هيعمل ايه؟ ها هيعمل ايه لو اخوك الصغير ورحت جاي كده مديله قفه على دماغه جامد؟ هيعمل ايه؟ هيقوم معيط ومصرخ وفاتحها عياط، صح؟ تمام. طب لو انت ما عملتش كده بقى، لو جيت انت اول مره كده رحت ايه ضربه ضربه خفيفه، جه يبص لك، قلت له ده انا بهزر معاك، في ايه ايه ده انت اخويا حبيبي، حلو شويه، ورحت بعدها بيوم رحت ضربه ضربه اقوى سنه، هيقوم يجي يبص لك تقول له ما انا بهزر معاك زي المره اللي فاتت، ده ولا حاجه، دي خطه بسيطه، ده انا بهزر معاك. فضلت كل يوم كده حبه حبه حبه، وبعدين رحت مره ماسكه لطشه حته قلم جامد، هيعيط ولا حاجه؟ ليه؟ ما هو اتعود ان انت كل يوم بتيجي تخبطه الخبطه دي، وان انت ايه كانك ما عملتش حاجه وان عادي. هو ده بالظبط نفس البرنسبل اللي بنعمله مع العيان اللي هو الاميونوثيرابي. هو مش العيان ده سنسيتايزد، العيان ده حساس قوي. طيب مش لما تعرض للهاوس داست مايت انتيجين عمل رياكشن عنيف جدا؟ احنا بنلعب اللعبه ديت نفس اللعبه اللي بقول لكم عليها، بس بدل ما اخوك ده الاميون سيستم، بنعمل ايه؟ بنيجي العيان ده ونقوم مدينه حبه انتيجين قليلين قوي من الهاوس داست مايت. تمام. يجي الاميون سيستم هيرياكت ويقول لا لا ده حاجه فيه غريبه في الجسم، يوم احنا ايه يوم الانتيجين يقول له ما تهدى كده، دول حبه انتيجين قليلين مش مستاهلين ان انت تقوم مطفور وتعمل ايه رياكشن عليه. حلو. نستنى عليه حبه ونقوم مدينه حبه اكتر من اللي قبل كده، نديله انتيجين من الهاوس داست مايت بجرعه اكبر. يجي الاميون سيستم لسه هيعمل رياكشن، وبعدين يقول لنفسه ايه؟ طب ما انا كنت لسه عندي الانتيجين ده من شويه وما عملليش حاجه وكانوا حبه صغيرين، لا اطنش ما ده زي اللي قبليه. وبعدين اقوم جايه كمان شويه واقوم ايه بعدها بفتره اقوم مدياله حبه اكتر، وافضل اديله حبه كل ما ازود الدوس لغايه لما الاميون سيستم بتاعه يعتبر ايه ده انتيجين عام مش مشكله، ايه ايه عادي ما فيهاش مشكله. نفس الرياكشن بالظبط الاميون سيستم هيعمل نفس الرياكشن اخوك بعد مثلا ما انت قعدت تضربه لمده 14 يوم كل يوم الم. بعد 14 يوم والله ده حاجه عاديه، بس اهم حاجه بتعمل ايه؟ ان انت بتبتدي بحاجه قليله عشان ما تستفزوش، وبعد كده كل ما ده تزود. هو نفس الفكره بالظبط، انت بتدي له حبه انتيجين قليلين عشان الاميون سيستم يصهين ويعتبره عادي وما يعملش بقى الرجيك ميدييتورز ويعمل سيمبتومز، وبعدين كل ما ده حبه حبه تزود له. فانت عملت له ايه؟ اميونو سيرابي. يعني ايه سيرابي؟ يعني عالجته. اميونو ليه؟ لان انت بتعالج الاميون سيستم وبتعالجه بانتيجين. فور ديسنسيتايزيشن، يعني ايه ديسنسيتايزيشن؟ يعني اخليه بقى ما بقاش حساس ليها. هو مش كان سنسيتايزد
كان حساس للهاوس داست مايت، يعني سنسيتايز تو الانتيجين بتاع الهاوس داست مايت، انا بعمل له دي سنسيتايزيشن، بشيل الحساسيه بتاعه الهاوس داست مايت بتاعها. تمام يا شباب؟ يبقى ده المقصود بالاميونوثيرابي فور دي سنسيتايزيشن. انت مطلوب منك تكتب في الامتحان ايه الجمله كده بس، بس انا بفهمها لكم عشان انتوا بتكتبوها تبقوا فاهمين انتوا بتكتبوا ايه، وتبقوا عارفين احنا اون كلينيكال باك جراوند بنعمل ايه فعلا مع العيان. طيب بريفنشن والكنترول، لطيف جدا. العيانه اللي بقول لكم عليها دي طلب من الام والاب بقى يعملوا ايه؟ لازم يعملوا موديفيكيشن للبيشنت انفايرمنت علشان يقللوا الاكسبوجر بتاعها للمايك. يبقى كل الميجرز اللي انا هقولها تندرج تحت الجمله دي، ان انا بغير في الانفايرمنت بتاعه البيشنت عشان ما يتعرضش للمايكس. اول حاجه اعمل ايه؟ ريموف اور موديفاي الفرنتشر اللي اكيوميتد داست. يعني ايه؟ يعني والله لو انت عندك دولاب وبينه وبين الحيطه مسافه كبيره بيلم تراب، طب ما تحرك الدولاب بحيث ان ما يبقاش فيه المكان ده اللي بيجمع تراب، واقدر ان انا انضفه بسهوله. في اماكن مع رصه الاساس بتاعنا بتبقى صعب ان انا افايند اكسس ليه عشان اشيل الداست. لا، حرك بقى الفرنتشر بتاع البيت بحيث ان انت تقدر توصل لكل حته فيها داست. دي اول حاجه. تاني حاجه ريموف. افرض انت عندك اساس في البيت ملوش لازمه وممكن يكون بيجمع تراب، شيله. يبقى يا ترموف يا موديفاي الفرنتشر اللي اكيوميليت الداست. ليه؟ علشان الداست ده هو اللي بيبقى ايه المكان اللي فيه الهاوس داست مايت، فانا مش هديله مكان يبقى موجود فيه. تاني حاجه هعمل ايه؟ هعمل ان انا اريبليس كل الكاربت كل الكاربتس والكيرتنز ويز ايزي كلين. طبعا الستاير كلنا عارفين ان في البيوت الستاير دي من اصعب الحاجات اللي في التنظيف، بالذات لو ستاير خامتها تقيله. لا، يا اما تشيل الستاير دي تحط مكانها ستاير خفيفه تقدر تغسلها كتير، يا اما بلاها ستاير. نفس الكلام برضو بالسجاجيد، يا اما السجاجيد تبقى حاجه بسيطه بتعرف تنظفها بسهوله، يا اما لو مش عارف تايزي كلين شيلها خالص. طيب ايه تاني من الحتت الموجوده فيها جدا؟ الماتريسيز اللي هي المراتب، والبيلوز اللي هي المخدات. طب انا هعمل ايه؟ هكفر ذيم. هكفر ذيم بايه؟ ببلاستيك انكسمنت. هجيب زي كيس كده واقفل عليهم كله على اساس ان لو في هاوس داست مايت فيها، ما بعد حطت البلاستيك مش هيوصل لنا الهاوس داست مايت ديت. طيب يا دكتوره البلاستيك مش مريح في النوم وكده؟ اوكي، في كفرز بتتباع مخصوص للناس اللي عندها حساسيه، بيغطوا المرتبه دي زي ما انتم شايفين، والبيلوز دي زي ما انتم شايفين، بحيث ان الكفرز دي بتتاخد اول باول وتتغسل. يبقى ايه؟ انا بعد ده خالص عن الهاوس داست مايت لو موجود في المرتبه او في المخده. كمان حاجه، الشيتس والبلانكتس لازم تو بي واشد ويكلي في هوت ووتر. يعني ايه؟ كل الملايات و البطاطين، طبعا معروف ان البطاطين مش من الحاجات اللي فريكوانتلي المفروض بتتغسل، بس يو هاف لو ان العيان ده عنده الرجي للهاوس داست مايت، البطانيه تتغسل كل اسبوع. ومش تتغسل بس، لا، تتغسل ازاي يا شباب؟ تتغسل بهوت ووتر. واي هوت ووتر؟ اللي شاطر منكم دلوقتي هتطلع في دماغه ليه هوت ووتر؟ انتوا فاكرين انا قلت لكم الاوبتيمال تمبريتشر بتاعته كانت كام؟ قلنا 25 25، وقلنا الهيوميديتي 80. طب انا لو غسلته بهوت ووتر هيموت، لكن افرض لو غسلته بوتر عاديه. بوتر عاديه ممكن تعمل ريموفال، وممكن الاحتمال التاني ان انا ما اعرفش اعمل لها ريموفال كويس لو ما اتغسلتش كويس وتفضل لسه موجوده، لكن بهوت ووتر انا ضامنه ان انا موتها. يبقى اخر كمان ان انا الشيتس والبلانكس ماست بي واشد ويكلي. يعني الفكره كلها ان انا مينتين جود ليفل اوف سانيتيشن هاوس كليننج، لازم انضف، مفيش حاجه اسمها يبقى في البيت ده بالذات في تراب. هنضف، اعمل فاكيوم كليننج، بشفط، لان الفاكيوم ده بيشيل التراب. لو انت جيت بقى بمقشه وبتكنس وكده انت بتحط بتشيل التراب من حته، ممكن تكون بتطرب حته تانية وانت مش واخد بالك، لكن بالفاكيوم كليننج انت بتشيل الداست، بتشيل السكين سيلز، بتشيل النيلز اللي هي بتاكل بتعيش عليها. يبقى بنعمل حمله تنظيف قويه جدا. طب وبعدين؟ هوي البيت، لور الريلاتيف هيوميديتي. احنا لسه قايلين ايه؟ قايلين ان درجه الهيوميديتي بتاعتها كام؟ بتحب درجه 80%. لو انت فتحت الشبابيك وهويت البيت امبروف الفنتيليشن، هيحصل ايه؟
هيحصل ان هي الهيوميديتي مش هتبقى قويه، فهي ما تبقاش عارفه تسرفايف. وفي للناس الحساسه دي حاجه اسمها دي هيوميديفاير. يعني ايه؟ يعني انت بتحطه في البيت اجهزه بتشيل الرطوبه، فده ما انت شلت الرطوبه يبقى هي هتموت. طيب هي موجوده، بتبقى موجوده في الهواء مع الاير كونديشنز، بياخدها الاير كونديشن الهواء اللي فيه الهاوس داست مايت ده ويرجعه اول اوفر الايه الوقت كله طول ما هو قاعد في التكييف. يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنجيب ناس بتيجي الاير فلترز بتنضفها كويس جدا، وبعدين في زي فلترز بتتباع مخصوص بتبقى بتتحط بتقدر تاليمينيت بتشيل الداست مايت بارتكلز ديت وما تخليهاش تلف في الهواء. يبقى بننضف الاير كونديشن كويس جدا الفلترز بتاعته، وفي فلترز بتتركب مخصوص علشان تمتص الهاوس داست مايت انتيجنز من الهواء، بحيث ان الهواء يبقى في البيت مريح للبيشنت ده. طيب بعد حملة التنظيف ديت ده، بعد ما نظفنا اهو كل حاجة، باجي بقى بجيب فيه حاجة اسمها دي الارنجين. ده عبارة عن ايه؟ ده اكريسايدال كومبوننت. يعني ايه اكريسايدال؟ يعني بيموت المايتس. بقوم جاية ورشاها على كل الكاربتس، على كل السجاجيد، على كل السيرفس بتاعت البيت. دي بيفضل الرشة دي بتقعد ممكن من 2 لـ3 شهور. ده بيقلل الحساسية. ده يعني كأنك ايه؟ كأنك رشيت البيت كده بحاجة عشان تهدي الحساسية بتاعت العيان دوت اللي موجود. انا كده خلصت الهاوس داست مايت. هتشوفوه في حياتكم كلينيكال ان شاء الله. اي هوب انها تبقى مفيدة بالنسبة لكم. لو في اي سؤال انا ابعتوا دلوقتي السؤال وانا اجاوبكم ان شاء الله. طيب انا مستنيه معاكم اهو يا شباب. لو في اي حد حابب اي سؤال، حابب اي حاجه احنا محتاجين نعيدها، انا معاكم. لو ستيل برضو في اي مشكله مقابلاكم في اي، مش بس في الجزئيه دي، في اي جزئيه تانية، احنا في اسم البارا بنبقى موجودين. انا اسمي مروه الملواني، دكتوره مروه الملواني، استاذ مساعد باراسايتولوجي. فأي حد منكم عايز أي حاجة في المحاضرة يجيلي أنا معاكم، وأي حد من الستاف موجود، أي حاجة أنتوا حابين تسألوها أو أي حاجة حابين تستفسروا عنها إحنا معاكم. تمام؟ أنا لغاية دلوقتي يعني شايفة الحمد لله ما كله كان تعليق عن الصوت، ما الحمد لله مفيش أسئلة. طب يا شباب اي هوب ان كل حاجه النهارده كانت تبقى